في التسعينات الميلادية، بينما يحتفل مع أصدقائه بتخرجه من أحد فصول حياته في التعليم العام، كان من ضمن الحضور والده أمير العاصمة، وهو حفيد مؤسس الدولة السعودية. هذا الطفل الذي لم يكن كغيره ومن كتب وقرأ فصلا جديدا في تاريخ وطنه. تدرج محمد بن سلمان في مناصب عدة، حتى حمل في يده حقيبة تحوي ملفات الشجاعة في اتخاذ القرار ومواكبة العصر وتحولاته والإبهار، منطلقا نحو بناء سعودية جديدة ترتكز على محاور الرؤية الاستراتيجية ومنافسة الدول المتقدمة في كل شيء. ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، فما هو الخطاب لإدارة هذا الشعب؟ النشاطات داخل المملكة العربية السعودية، هناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. الحمد لله. فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. بإذن الله. المشاريع الكبرى ماشية سيدي. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف. وهو ما صار داخليا وخارجيا، فالترديد والتطوير في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات التنموية التي اندرجت تحت رؤية السعودية 2030 من مواجهة الإرهاب وتمكين المرأة وتنويع مصادر الدخل وإطلاق المشاريع العملاقة ومحاربة الفساد. فأغرب شيء نستهدفه ليست ملاحقة الفاسدين بقدر ما هو إعادة هيكلة العديد من الإجراءات سوف تجعل الفساد أصعب. تدعيم قائمة الحلفاء ومحاربة التطرف والتعاون العسكري مع القوى العظمى كانت جنبا إلى جنب مع الجوانب السياسية والاقتصادية في الإدارة الخارجية للبلاد. إنه رجل الدولة الذي انتهج التغيير بحثا عن تحقيق المنجزات لوطنه وأمته، ومن يرى المستقبل بأعين حالمة ومتجددة. يوسف الغنامي، MBC. I'm
محمد سليل أعظم ملوك الأرض سلمان سلمان لفرع من راحن بضر عديد. هذا محمد حفيد معزين ينبوع الإيمان حفيد فيصل ولد تركي ستر من توق تلجيد ترثة محمد شيل سعود الأول فدخل قران بن محمد ومثل محمد ما جاب تلغيد موصل بمقرن ولد متعب ظهور طوال إرسان من راس موسى ولد مانع حجاب الضلع وحيد درع المريدي ظن مروين حد السيف شامان بني حنيفة صناديد تسلسل من صناديد ذؤابة المجد عن بكر وعن ذهل ابن شيبان أبطال وذيقار بين الضلع الأسود والجلاميد كسر كسروه وقزت من ضربهم أحفاد قازان سن الحصى من حوافر خيلهم صفر العباريد ابن نزار ابن جد الأربعة معد ابن عدنان وضر وياد وأنمار وربيع الصفوة الصيد على اختلاف بمن هم بعد عدنان وقحطان على اتفاق بإسماعيل عند أهل المسانيد تشهد لهم خيرة الفرسان من قيس بن عيلان وملوك لخ من بنو ماء السماء شهب العجاريد بيمانهم جندلوا روس المجوس ابناء ساسان واستنقذوا من يديهم ربقة الخود البغاديد. هذا محمد ولد سلمان أخو نورة كحيلان ذيب السرايا مشتت كيد من يضمر لنا الكيد ما بين جدا هالاثنين ابو تركي وراكان يبعد بعد الردة عن سيدي هو المناقيد أعمامهم ملوك نجدل والخوال الشيوخ حمدان من وين ما رح أبو سلمان في رؤوس العواميد. هذه خلاصة نسب ذو الهمة العليا وذو الشان محمد ذو الجيفان الغر لا نقص ولا زيد اسمه محمد فتى الفتيان أما اسمه الثان محمد ذو الثلاث المعجزات حدوث تلبيد طير السعد طير السعد منجزاته من ضبال باب نجران أسطورة العصر باكورة ملوك البيد والسيد اسم أمامه يروحن الأسامي في خبر كان إليه ألقت جمم الأمر كله والمقاليد من هيبة اسمه أمام اسمه يطاطي كل سلطان ومن هيبة اسمه حروف اسمه تنوخ كل صنديد ومن هيبة اسمه لقلت اسمه تطير كل شيطان وباللي عليها تكاد الأرض أن تهتز وتميد. هذا ابن سلمان وما أدراك ما سلمان سلمان اسم من اسم تردد هالجبال الصم ترديد مفرق شمل خلان مجمع شمل خلان وأحداث الأربع سنين توكد اللي قلت توكيد. هذا محمد در الشعب السعودي هذا محمد در الشعب السعودي حبس الأضعان بسياسة دوخ السبع الدول جمعا وتفريد. هذه صنافير سلها عنه واسأل عنه تيران واسأل عنه لو تبي حتى الرضيع اللي على الديد.